عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. اليوم باش نحكيو على Co-Spaces EDU، المنصة التعليمية الخاصة بالاي ار والفي ار in the classroom، يعني الـ augmented reality والـ virtual reality أو الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القسم. في كبسولتنا اليوم باش نحكيو على library أو مكتبة، اللي هي تحتوي على الكائنات، الحيوانات وغيره من الشخصيات اللي نجموا نزيدوها للكوسبيس نتاعنا. اخترت اليوم معاكم الـ 3D environment باش نكتشفوا فيه الشخصيات المختلفة المقترحة من كوسبيسز EDU. اول حاجة عن الكاركترز اللي هما الشخصيات، كما تشوفوا لهنا قائمة ثرية جدا. تشوفوا لهنا الأعمار والمهن المختلفة من أجناس مختلفة، تعطينا طبعا أفكار مختلفة. نجمو نعملو لها فلتر لهنا، نختارو people, jobs, historical، يعني إذا كان شخصية تاريخية other. نفس الحكاية بالنسبة للأنيمال، عنا land, water, air، يعني حسب نوعية الحيوان إذا ندرى يكون أرضي أو مائي أو هوائي. Hosting، هذه هي كل ما يهم ديكور المنزل. عنا living room, bedroom, bathroom, kitchen, city, other landmarks. هنا عنا آثار تاريخية نجمو ندرجوها في الـ co-space. نزيد نشوفو nature، عنا plants و other بصفة عامة. عنا هنا الحجار، الشامبينيون، القوس قزح، الكواكب والبلانتس. عندكم أشجار والعديد من النباتات. عندنا ترانسبورت اللي هي لاند اللي على الأرض، ووتر كما الباخرة والسفينة وغيره، والأير اللي هي في الفضاء. ايتيمز، يعني عندنا هنا بروبس، ديكوريشنز، فود، اكسسوريز، سامبلز. نزيدو نشوفو اللايبرري شنو اللي فيها. فيها بيلدينغ، تشوفو لهنا بيلدينغ، عندنا فلات وعندنا 3D دونك هنا عندنا نوعين، يا اما عندك فلات يعني 2D وهنا 3D، يعني هنا ثلاثي الابعاد والا ذو بعدين فقط. طبعا عندكم هنا امكانات ادراج حائط، تكست، اهرامات، مكعبات، سفير، يعني دوائر كيما هكا. شوفوا الاشكال المختلفه. فلات كيما تراو لهنا، نجمو نزيدو مثلا تكست. لو everyone اوكي، شنو نجمو نزيدو اخر؟ عندنا لهنا في اللايبرري عندنا سبيشال، تنشوفو ماذوما في مشاريع قادمة. عنا كيفية التحكم في الكاميرا، عنا كيفية إدراج مسارات وإضافة الدخان إذا كان ثم أحداث تستحق لهذا الإيفكت. في لايبرري يمكن البحث مباشرة على الشخصية التي نريد إدراجها. مثلا نحب نزيد كهرباء، كار، نكتب كار يطلع لي كار. بلين، اوكي، فيش، تشير، على حسب الاسم المدرج يطلع لي القائمة الممكنة والموجودة في كوسبيس. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بسلامة.